دلوقتي وانا في الماتش انا كنت لابس كابتن النادي الاهلي وقضيه قصدي والله قابلت مشجع ارجنتيني جاب التيشيرت بتاعه عشان عجبه التيشيرت النادي الاهلي وعايزه انا مصور صوره انا نزل الصوره بعد كده وبيقول لي انا عارف الفريق ده وقلت له ده الاهلي يعني اكبر فريق في افريقيا ومن اهم الفرق في العالم هو فرح جدا وخد التيشيرت واداني التيشيرت ارجنتيني فبقول له انا مشجع لفرنسا مش مشجع الارجنتين فبقول لي لا عشان خاطر مشجع الارجنتين بكره انا عشان خاطره هشجع فرنسا برضه مش هشجع مع اني خدت التيشيرت والله صح ان هو اللي جه طلبه مني والله يعني هو اللي جه طلب مني التيشيرت الاهلي لما شافه واصر ياخده انا كنت رافض في الاول بصراحه لكن هو اصر ياخده يعني عجبه التيشيرت وعارف النادي فحتى انا شرحت له قلت له بعد كده قلت له ده النادي ده الاكبر في افريقيا والنادي ده وانا حتى كنت كتبت كده على صفحتي يعني والنادي ده من اهم فرق العالم هو كان مبسوط جدا جدا لما خده يعني انا بقى فرحتي بصراحه مضاعفه لما شفته بيحتفل بالتيشيرت حرفيا بجد انا كنت سعيد جدا 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 لما شفته بيحتفل بالتيشيرت وفي الارجنتين كمان الموضوع بالنسبة لي كان حاجة عظيمة جدا. الأهلي علامة تجارية كبيرة، الأهلي علامة تجارية كبيرة جدا جدا يعني، أتمنى من مسؤولين النادي الأهلي يعني يقدروا يسوقوا علامة النادي الأهلي عالميا، لأن الأهلي حرفيا نادي عالمي، الأهلي مش نادي محلي، الأهلي حرفيا نادي عالمي في كل حتة في العالم معروف بفضل الله يعني.